احتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعية على 4 أرقام قياسية بموسوعة جانس العالمية. نفذت المحطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستغلال مياه الصرف الزراعي المهدرة والغير المستغلة للتغلب على العجز المائي، احتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على 4 أرقام قياسية بموسوعة جانس كأكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بمساحة تتخطى 320,000 متراً مربعة، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية. وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد علي العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي وكالة جانس الدولية، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع. وخلال الاحتفالية ألقى اللواء أحمد علي العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى أن حصول محطة الدلتا الجديدة على هذه الشهادات يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المشاركة في التصميم والتنفيذ والتشغيل. وألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة المشاركين في المشروع، مؤكدا على أهمية هذا المشروع لبناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية مستدامة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتجديد منظومة الري في مصر إلى الجيل الثاني من منظومات الري من خلال الترشيد وإعادة التدوير. كما ألقت ممثلة موسوعة جانس العالمية للأرقام القياسية كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتقديم الشهادات لهذا المشروع العملاق، متمنية أن تحقق المشروعات المصرية مزيدا من الأرقام القياسية الجديدة. واختتمت الاحتفالية بتسليم الشهادات وتكريم الشركات العالمية وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.